هذه طال عمرك بمنارة موجودة إيه. القديمة، وهذا يسمى النل، هذا ضوء أبيض يعني أقوى. هذا سلمك الله يثقب من هنا ويسمى البرغوم، إذا قربوا من البر نفخ فيه، هو نوع من القواقع البحرية. استعدادات أهالي دبا الحصن سابقا للذهاب للحج كانت كاستعدادات أي مسلم يريد أن يذهب للحج. الذي يريد أن يذهب من أهالي دبا الحصن، وفي السابق كان العدد قليل، كانوا يعني يوفرون المبلغ الذي سيؤدون به الحج، ويحرصوا على أن يكون هذا يعني المبلغ كافي، وهو ما يأتي عن طريق عمل شاق، لأن الأموال كانت يعني قليلة عند الناس. ثم بعد ذلك يعني يشتري مستلزمات الحج من إحرام وحقيبة والكمر، ثم بعد ذلك يذهب يتسامح من الناس، جيرانه وأصحابه، ويمر عليهم بيت بيت، أقرباؤه والجيران يمر عليهم يودعهم للذهاب بالحج ويستسمح منهم. هذا في الماضي القريب. أما الماضي البعيد فكانت الفترة طويلة جدا، يودع يعني بحزن كبير، لأن الرحلة قد تستغرق 6 شهور، 3 شهور يعني أو 2.5 شهر ذهاب، 2.5 شهر مجيء، عدا الفترة اللي يجلسها في الحرمين الشريفين. بعد ذلك قلت المدة يعني في 60-70 إلى 1 شهر كامل، وكان الحاج يودع يعني وداعا قويا جدا، ويستسمح من الناس إلى مستعدا بذلك للذهاب للحج، يرافق بذلك من خرج معه من أهالي المنطقة ملتحقين بالمطوف أو بالحملة. تنطلق الرحلة سابقا، يودع أهالي دبا الحصن من تحت الغابة، طبعا من بداية بيوتهم يتجمعوا في غابة مصلى العيد، ثم بعد ذلك تنطلق الركبان أيام ما كان الذهاب عن طريق الإبل والمواشي. يعرف أهالي دبا الحصن مواعيد الأهلة من خلال ضبطهم للحسابات، فأيام ذي الحجة تأتي من بعد أيام عيد الفطر، ثم شوال، ثم ذي القعدة، ومن خلال متابعتهم للهلال في بداية الشهر. فإذا لم يره أهل المنطقة أي في هذه البلدة، يراه سكان الجبال فيشعلون نارا، فيعلم الناس أن يعني الشهر دخل. في الأعياد، سواء عيد رمضان أو بداية رمضان أو في عيد الحج، يعني تضرب طلقات نارية لإعلام الناس يعني بدخول المناسبة. طبعا في بداية شهر ذي الحجة الناس يعرفون من خلال يعني هذا الأمر. الجميع يستعد ويفرح بهذه الأيام المباركات المعلومات، فيعني يبدأ. وقد تكون البدايات والاستعداد قديما لها مبكرة أيضا، لأن المسألة تكون عن طريق العمل اليدوي، فإذا كانوا يستعدون بخياطة ملابسهم أو إعدادها أو صبغها وهكذا، فهذا يكون مبكرا شوية قبل دخول العشر. المهم خلال هذه الأيام يبدأ الناس يجهزون أضاحيهم، يعني ملابسهم، البيت، تجديد البيت، الفراش في البيت من مساند ومطارح، وأيضا يعني ثياب أبنائهم، ويشترون لهم الألعاب وهكذا الذي تسعدهم خلال هذه الأيام. أيام ذي الحجة يكثر فيها الناس عن يعني ذكر الله سبحانه وتعالى، ومستعدين بذلك لوقفة عرفة، ثم بعد ذلك عيد الأضحى. استعدادات الرجال لعيد الأضحى تكون عن طريق تمير البيت بالعدة اللازمة للعيد، وكذلك تجهيز الأضاحي أو الأضحية التي سيضحون بها عادة من حلالهم، واللي ما عنده حلال يذهب ويشتري أضحية تكون المعتبرة شرعا، يعني يتخير السمينة ويتخير اللي يعني ما فيها اللي موانع تمنع التضحية بها، من يعني سمن، من سنها، كذلك القرون تكون مكتملة، الآذان وهكذا. كذلك يجهز في بيته بشراء ما يلزم، يشتروا عادة في دبا يعني عندنا محلوي وهكذا، يشتروا حلوى، يشتروا بشمك،
إضافة إلى التمر اللي عندهم، ويشتري العدة التي بيجهز فيها ربة المنزل الأشياء، يشتري الهريس، يجهز الأشياء هذه مثل الخبيط من الحاجات، يعني يشتريها من السوق. نعم، هذه استعدادات الرجال، يشتري ثياب لأولاده لنساءه أيضا، وكانت الثياب تفصل قديما داخل البيت عن طريق النساء أو بعض النساء كبيرات السن يعني المعروفات، خاصة باللمسات الأخيرة من تدريز الثياب وتجميلها وهكذا. النساء في البيوت هم الركيزة الأساسية في هذا البيت، يعني جميع الأشغال والمتطلبات من نظافة البيت، تجهيزه، تجميله، هذا عند المرأة، إضافة لإعداد المأكولات المتطلبة للعيد إذا قرب العيد قبل دخوله يوم عرفة مثلا، يجهزوا قبلها في الليل للعيد. هذه دور النساء، تجهيز بناتها، تجهيزهم من خلال الحنة وتجهيز نفسها من خلال الحنة، وهذه لها طقوس وفرحة عارمة يعني في هذه الأيام التي تأتي. المرأة أيضا يعني تشرف على ملابسها، ملابس نساها، ملابس زوجها، وهكذا تجهزهم استعدادا ليوم العيد، وكل هذا يكون من خلال هذه الأيام المباركة اللي تسبق يوم العيد. تعتبر دبا الحصن من المناطق المركزية في تلك المنطقة، فكان السوق فيها عامر، كان يقصده أبناء المناطق المجاورة لدبا كلهم، فكان فيها مجموعة من المحلات في هذا السوق الملاصق لدبا، لحصن دبا الحصن أو قلعة دبا الحصن، وكان الناس يشتروا، يأتوا يشتروا ويبيعوا فيه اللي هي المواد الغذائية، الملابس والأشياء التي يحتاجونها. كان فيها الصفار، سوق متكامل الذي ينظف لهم يعني الأدوات الطبخ وهكذا، وكان فيه الخياط، حتى فيه خياط يعني لما بدأت تظهر بعد ذلك، كان فيه قهوة يعني يجلسوا عليها، هذه في يعني الستينات، كان عدة محلات تبيع مستلزمات الحياة كلها، يعني ابتداء لأهل البحر، لأهل النخيل، الحبال، الشباك وهكذا. وكان فيها محطة بعد ذلك، محطة تغذية يعني لين السيارات بالوقود أيضا، اللي هي محطات البنزين أو الديزل. هذا سوق دبا الحصن، وهو سوق مشهور في المنطقة الشرقية، عدا عن سبلة السبلة بجانب السوق، والتي يعرض فيها يعني الأسماك، ويعرض فيها الذباح لما يأتي موسم هذا، يعرض فيها منتجات البلد أيضا من الفواكه والخضروات التي يشتريها أبناء المنطقة في كل يوم، وأسواقها عامر بفضل الله تعالى. الأضحية فريضة من الله سبحانه وتعالى، سنة مؤكدة للذي يستطيع، اللي يستطيع وعنده حلال أو عنده مبلغ يشتري يعني أضحية يضحي، ولم يكن الجميع يملك يعني ثمن الأضحية أو يضحي، هذه حقيقة سواء في السابق أو حتى الآن، ويمكن الآن الأمور الحمد لله يعني أحسن بفضل الله تعالى، ولكن من كان يضحي كان يختار الأضحية كما سبق وقلت، ويجهزها استعدادا لصبيحة يوم العيد، لكي يفرح أهله يعني التضحية بهذه الذبيحة، والجميع يكون حاضرنها، والجميع الأطفال وهكذا يفرحوا بها. يوم عرفة يصوم كبار السن اللي قادرين يعني على الصوم، واللي عندهم يعني رغبة في صيام هذا اليوم المبارك، والناس يعني لما ظهرت الراديوات يتابعوا الحجاج في موسم الحج والصعود إلى عرفة، وكان يوم يعني مبارك، الناس يعني تذكر الله سبحانه وتعالى فيه ويستعدوا فيه ليوم العيد، يعني التشطيبات النهائية ليوم العيد تكون في يوم عرفة. الجميع في يعني حركة دائبة، وفي يعني تواصل أهل البيت والرجال وهكذا والجيران. صبيحة هذا اليوم من قبل الفجر صح، والأولاد والعائلة كاملة يعني تعتريهم الفرحة بهذا اليوم المجيد، يوم الأضحى المبارك. بعد ذلك يصلون الفجر جماعة، يرجع الرجل يشوف الزوجة هنا مجهزة الأولاد، وهو يكون قبلها في الليل رابط الذبيحة ومجهزها داخل البيت وهكذا، يذهبوا مكبرين مع بعض إلى المصلى مشيا سابقا، مشي يحملون سجاداتهم أو الحصير اللي هو مصنوع من السعف،
ويذهبوا إلى مصلى العيد وهو موضع غير المساجد يصلى فيه العيد، ولا زالت الآن غرفة مصلى العيد مشهورة يعني موجودة لأنها كانت بجانب المصلى، يذهب ويتجمع الجميع. لم يكن أحد يتخلف عن صلاة العيد، هذه من أهم الطقوس، مسألة يعني أداء الصلاة والفرحة فيها، والناس تكبر ظل يكبروا إلى أن يطلع يعني الإمام على هذا في صلاة عيد الأضحى. فإذا صلوا ورجعوا رجع معظم الناس بأهازيجهم الشعبية إلى حصن دبل حصن على البحر، ويكون تكون هناك مجموعة تصلي في مسجد القلعة، لا يتركون القلعة والبلد خالية، عندما يذهبون إلى منطقة السيح يصلوا العيد في مصلى العيد تكون مجموعة من الناس من ضمنهم العسكر والوالي وخطيب خاص أيضا في القلعة في حصن دبا الحصن، فيأتي هؤلاء فرحين مستبشرين من بعد صلاة العيد برزيفهم واليغلة مالهم والعرضة، يأتوا يعني كيف العرضة؟ مجموعة منهم 4-5 يسالوا بالسيف قدام هؤلاء أو بالبنادق، ويستقبلهم هؤلاء الناس يعني الذي في القلعة، فإذا اقتربوا يعني أشعلوا المدفع وأطلقوا طلقة من المدفع، فحينها عندما يكونوا قريبين من بعض أصبح الرزيف مشتركا، ثم يعني قربوا إلى يعني مكان الوالي أو البرزة ويكون سلموا على الوالي والعسكر، وقبل الوالي كان في شيوخ من حكام القواسم موجودين في دبل حصن سلموا على الشيخ ويأخذوا وجبتهم في القلعة في قلعة دبل حصن أو حصن دبل حصن في المبرز، يكون مجهز لهم عيش ولحم وذبائح وهكذا، ثم بعد ذلك يذهبون إلى بيوتهم. المضحي وهم مجموعة من الناس، مو كل المضحين العام ما يكونوا هكذا، اللي بيضحي يذهب إلى أضحيته ينحر الأضحية ويعني يفرح أهله ويسلم على زوجته وأمه وأبوه أهل بيته وأولاده وهكذا، ثم بعد ذلك بعد ما ينتهي قريب الظهر في الضحى الأعلى، يعني الضحى يكون مجهز مخلص توزيع الأضحية، خاصة لو كانوا في البيت يعني ما مسويين أكثر من ذبيحة ومشتركين في عجل وهكذا، يكون وزع على الجيران وعلى الأرحام وعلى الفقراء وهكذا الموجودين في منطقته في حيه في طرفه، ثم بعد ذلك توجه هذا ويسلم على الولاي أو على الشيخ في الحصن لأنه تأخر هو بذبيحته. في بداية هذا اليوم بعد هكذا يجتمع أهل البيت الواحد أو البيوت المتقاربة كل واحد بفوالته، وسنأتي إليها بعد ذلك. لكن انتهى اليوم هذا بالفوالة العيد تفاولوا هكذا العصر، ولمدة 3 أيام يذهبون إلى الشرق بعد صلاة العصر بعد أداء لأداء الرزفات الشعبية، الرزيف هذه يسموها الوهابية، نوع من الفن من الفنون الشعبية، ويظلوا يرزفوا إلى قبيل المغرب يعني إلى أن تسلم الشمس قبل المغرب، ثم يذهبوا يصلوا ويتوكلوا لمدة 3 أيام، هذا في كل عيد سواء عيد الأضحى أو قبله عيد الفطر، وهذا هو استعداداتهم، ويفرح أبناؤهم أيضا عن طريق العيدية. والعيدية كانت قديما بسيطة جدا للأطفال، يعني عايدهم بالدرهم اللي هو عبارة عن نص درهم درهم الدرهم المعدني، أنا أقصد ما كان في هذا، الربية كانت كبيرة جدا نادر يعني من هذا، يعطيهم الربيات نص ربية ربع ربية وهكذا عيدية يعني لين الأطفال، ويفرحوا منها من عند هذا ومن عند هذا ومن عند هكذا، فرحة للأبناء. هذا في أول يوم من أيام العيد، وبعدها تليه الأيام التالية للعيد، يعني تكون بنفس المنوال من مسألة الفوالة، التزاور، صلة الأرحام، البشاشة بين الناس، ترحاب بعضهم، تهنئتهم بالعيد، وكذلك الذهاب إلى مسألة إيش الرزيف أمام حصن دبا الحصن. من العادات المميزة في دبا الحصن في أيام العيد أنه صبيحة يوم العيد
يعني تكون وجبتهم عيش ولحم، ويعني الأرز عادة ما يتناول إلا في الظهر، لكن في أيام العيد يحبونهم يتناولوا يعني الأرز اللي هو العيش مع اللحم. فوالة العيد هذه خلال 3 أيام للعيد تكون هنالك فوالة موجودة في كل البيوت، البيوت المتقاربة من بعض اللي يكونوا عادة في النخيل أو هكذا يكون يعني مجمعينها في مكان معين تحت غافة كبيرة أو يعني أو مثلا شجرة المانجو الهنبة احنا نقول عنها وهكذا، ويكونوا جالسين الرجال مع بعض حريم بروحهم مع بعض، اللي في البلد يعني يدوروا من بيت إلى بيت يعني خلال تفاول في هذه. مكونات فوالة العيد عبارة عن فاكهة الموسم الموجودة عندهم طبعا في هذا الوقت، إذا كان لا زال الرطب موجود المائدة الرئيسية تكون الرطب، إذا ما كان موجود يكون التمر، عدا عن الفواكه المنجو يعني الهمبة احنا نسميه او يعني مثلا الزيتون الجوافة والموز البلدي او الموز الفريضي هذا يعني يكون موجود، عدا عن المعلبات قديما كانت عندهم معلبات اللي هو عبارة عن الاناناس المعلب يفتحوه سووا في صحون، كذلك الفوخ المعلب وهذه مشهورة جدا عندنا احنا في الشاطئ في الساحل الشرقي وفي مدينة دبا الحصن، كذلك الكرز المعلب ويسموه النبق، هم يسموه قديما يسموه الكرز المعلب النبق، ويكون يأتي من خلال يعني عبوات صغيرة يفتحوه فصحون، عدا عن الرهش والحلوى أو البشمك والحلوى إضافة إلى الوجبة الرئيسية سواء كانت يعني هريس عرسية أو عرسية أو خبيص أو بلاليق أو محلة أو مكسف، عندنا أنواع من الخبز أو القروص تسميها قروص اللي هي مش القيمات، هي مختلفة عن لقمة القاضية والقيمات، القروص اللي هي دوائر صغيرة أيضا، وإضافة يعني ما وجد عندهم في يعني في بيوتهم، وكل حد يظهر يعني ما هو موجود لديه احتفاء في هذه المناسبة الكريمة وإكراما لجيرانه وأقربائه والناس اللي يعني يتقهوي وياهم في فوالة العيد، ولذلك الفوالة تكون يعني عامرة والناس يكونوا يعني في فرحة شديدة جدا بهذه المناسبة الكريمة. من سنين كل اعتمادهم على الزراعة، يسوون الزراعة، يزرعون حب الصيف، يزرعون حب الهريس، يزرعون الدخن، هذا كله زرعوا حب الصيف طالت عمرك وحصدوه، عقب ما حصدوه حدوا حطوه خروس وحفظوه، يوم يبون يسوون منه قوتهم سووا منه، خص موسم الأعياد طالت عمرك، موسم الأعياد اطحنونه قبل هل العشر أو في بداية العشر كان عشر الحج، زين اقبلوه طالت عمرك وحطوه على الرحى في الرحى وطحنوه قام عاد يطحنونه، ومن يزرع بعد كذلك يزرعون حب الدخن ويزرعون حب الهريس. حب الصيف انواع من الشلوط من الذره البيضاء من الذره الحمراء من الميساني، احسن نوع الميساني هذا، والميساني نوع حبته طويله ودقيقه وحمراء، الشلوط لا حبته دقيقه ومتين وبيضاء هذا الشلوط، وقبلوا طالت عمركم وحطوه على الرحى واطحنوه، وكذلك بقول لك الدخن بعد احصدوا عقب ما احصدوه لانهم عازق وضوه ونظفوه وغسلوه انزين واطحنوه بعد على الرحى، الرحى الدخن يسوون منه العصيده، عصيده الدخن، والحب الصيف بغوا الخبيصه بغوا العصيده بغوا الخبز بغوا القروس، كل طالت عمرك من شو من حب الصيف. وهو بي بطحن رحيتي دودي يا سنية الخصب عودي بالروايح والرعودي اللي هنعيم وطيب اللي حق الحبيب، وهو بي يا رحي اطحني لك ييس وربعه الخطار عندي في البيت سبعه، يعني اطحني لك ييس وربعه، بس اللي ما يطحنون وايد قدارهم بس لان هذا جهد يبذلون جهد عليه،
وكانها مزر الليد يسمونها حفنه، وكان شويه الهيوه الهوى يعني يسمونها الهيوه كانها تلهيها يعني الهوى شويه تلهيها. وهوبي بطحن الحياة دودي يا سنية الخصب عودي بالبوارق والرعودي وهوبي يا رحية الحي دوري يعني تراها في الفريج الحية تصير من بيت لبيت يا رحية الحي دوري هيورش من هيوري هلي هنعيم وطيب هلي حق الحبيب وبعد يقولون بعد يا طحيني لي يا رحية ما دامت الشمس حية اطحيني لي يا رحيه بشل زهاب اخويه من سنين شو عندهم اللي حب الصيف يشلون زهاب يوم يعرس اخوانهم ولا حد من اهلهم قاموا عاد الحريم الضاولا وطحنا يوم دام الشمس حيه يعني الضحى ما يطحنون العصر ولا عقب المغرب لا وتالف من طالت عمرك وكانوا بش عندهم عرس ولا عندهم شيء اطحنوا الحب الصيف وشلوا زهاب عم يسوون خبيص ويسوون شو اسمه خبوز لهم على قد حالهم قبل. رحلة عودة الحج هذه مناسبة أيضا شهيرة تجمع أبناء المنطقة عدا عن العيد وفقالة العيد والسلام وأيضا مجيئهم بعد أيام من انقضاء العيد تقدر ب15 يوم لأن يعني الحجاج سابقا كانوا يقضوا ما يقرب من شهر بالفترات اللي هي يعني القريبة بدايات الستينات السبعينات وهكذا في الحج. أما السابقين لا 3 شهور لحد ما يرجع من بعد أداء فريضة الحج لأنه كان ينتقل من خلال يعني الإبل والمطايا وهكذا والمسافة يعني كبيرة جدا وشاقة. فإذا جاءهم أظهرت البلدة اللي هي أصلا بلدة متماسكة اجتماعيا معظمهم يعني أهل وأقارب وجيران أظهروا فرحة بعودة هذا الحاج. بالسابق الحجاج يعدوا على أصابع اليد الواحدة لقلتهم وذلك لخطورة الطريق ووعورة السفر وطول المدة وأيضا يعني قلة ذات اليد عند الناس اللي يعني يجهزوا هذه الأشياء. في الفترات التي تلتها كانت الأمور الحمد لله أسهل ومع ذلك كان يحتفى بمن يأتي بالحج لإطلاق النار لإعلام الناس أنه يعني في أحد جاء أو الغياب جاءوا أو المسافرين أو الحجاج قد وصلوا إلى البلاد فيجتمع الكبار والصغار مرحبين بهم من المكان الذي أنزلتهم فيه القافلة أو سيارات الحملة على البحر أو عند غابة مصلى العيد إلى أن يوصلوهم بيوتهم وتكون البيوت مجهزة تجهيزا كاملا لاستقبال الحج. أولا يدخل الميلس ويدخل الناس اللي جايين وياه ثم يتجه إلى أهل بيته ويسلم عليهم ولقاء حار ويعني مشاعر جياشة لغياب يعني شهور طويلة أو أيام كثيرة تعد بالشهور أو بالشهر. ويأتي هذا الحاج يعني حامدا الله على سلامتهم يتحمد لي السلامة ولأولاده ولأهله لأبوه لأمه هكذا عليكم بالأوال على عودة يعني حاجكم ويباركوا لي بالحاج ويفرحوا ويكون الحاج يعني مجهزين أهله لفوالة هذا غير فوالة العيد بعدها بأيام عديدة جدا لما يصل الحجاج ويظل يستقبل الناس 3 أيام أيضا. عندنا حالة يسموها النثور أول ما يوصل الحاج البيت ينثر عليه أنواع من الملبس والحلويات ويعني الفول السوداني اللي بالثبال يسموه والجوز لأنه كان موجود ويأتيهم من يعني من السفن اللي تأتي البصارة يسموها. ثم بعد ذلك يجوا الناس ويتقهويوا الأطفال يرقطوا هذه النثور اللي ينثر على الناس. بعدها يبدأ بتوزيع الهدايا اللي جايبينها للأطفال يجيب لهم زمارة يجيب لهم كاميرا فيها صور مال مكة والمدينة والجميع في فرحة يجيب لهم قحافي للبنات يجيب لهم أساور من البلاستيك أو كدم وزركشة وكذلك قلادات يعني من نسميه إحنا القليت
طبعا ليست ذهبيه وهكذا، اذا كان جايب ذهبيه لين اهله زوجته لين امه او هكذا خاتم او حاجه اللي بمقدوره طبعا لانه جايب يعني من مكان. المهم ياتوه الجماعه وهو يستقبلهم من بعد صلاه الفجر لمده 3 ايام، الناس كلها تفرح بعوده الحاج، والحاج ايضا يستقبلهم بنفس البشاشه وهكذا لانه هو ودعهم مر عليهم بيتا بيتا، فالجميع ياتوه، الناس تاتي طوائف من اهل البلاد كلهم يعني ياتوا يزوروا، وينكروا لو فلان مايا وهكذا يعني بعد ياخذوا في خاطرهم انه فلان ليش مايا، واذا كان مريض وهكذا، ولا العاده الجميع ياتي يعني فرحين بعوده الحجاج.